أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 47 من برنامج مدرس على الهواء. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الألمانية في جمهورية مصر العربية اللي متابعينا واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون معانا إن شاء الله النهاردة في الحلقة هير خالد الفي. صباح الخير هير. صباح الخير مستر أحمد، صباحكم زي الفل، صباح الخير على كل الطلاب اللي مستنيينا. النهارده إن شاء الله عندنا درس مهم جدا وهو اللطيف وحروف الجر. تمام، نعمل دروس مهمة جدا في المنهج عندنا. تمام، نبدأ بسم الله. اتفضل تعالوا يا معانا نشرح. اتفضل يا حبيبي. النهارده الشباب عندنا درس من دروس مهمة جدا وهو اللطيف وحروف الجر. كلمة اللطيف هي حركة إعرابية للاسم في الألماني. يعني إيه اللطيف؟ لو حبينا نجيب مسمى بلغة عربية نقول اللطيف هو الاسم المجرور، ودي أقرب تسمية لأن ليه تسميات أخرى في اللغة. الاسم المجرور هيحصل تغير للأداة للاسم اللي جاي في حالة اللطيف. تعالوا معانا نشوف تغير الأداة بيبقى إزاي. لو جه الاسم في حالة اللطيف فأنا هغير الأداة كالآتي: الأداة من دير أو دس بحولها إلى ديم، والأداة دي هنحولها إلى دير، ودي بتاعت بلغال الجمع هنحولها إلى دين، والاسم الجمع نفسه بنزود له إن فوق نهاية الجمع. تاني، تغير الأداة للاسم اللي وقع في حالة اللطيف. تتغير الأداة كالآتي: من دير ودس إلى ديم، ومن دي إلى دير، ومن دي الجمع إلى دين. طيب هذه التغيرات إمتى هتتم؟ امتى انا هروح اغير اداه الاسم من دير اخليها تبقى ديم؟ قال اذا سبق الاسم حرف جر. وعندنا حروف الجر مجموعه كبيره جدا. حروف الجر مجموعتين، في مجموعه خاصه بالمكان ومجموعه خاصه بالزمان. مجموعه المكان هنبدا بها النهارده ان شاء الله. مجموعه المكان عباره عن مجموعتين، مجموعه داله على الحركه ومجموعه داله على السكون. نبدا بمجموعه داله على السكون. جميل. مجموعه السكون هي المجموعه اللي هسال عنها كلمه فو. فو معناها أين. لما أسأل بفو أبقى جاهز أجاوب بحرف جر من العشرة اللي هنقولهم دلوقتي. أول حرف عندنا هو حرف الجر باي. باي معناه عند أو لدى. عند مع الأشخاص، ولدى مع الشركات والمؤسسات. لما أقول ich war gestern باي علي، أنا كنت بالأمس عند علي. آدي شخص. طب نجيب كمان مثال. ich war gestern bei dem Arzt، عند الطبيب. حرف جر باي جه هيخلي الاسم اللي بعد منه في حالة اللطيف، فنغير أداة الاسم من دير إلى ديم. يبقى دائما كل الشغلانة ببساطة بتاعتنا إننا انتبه لجزئيتين: حرف الجر بمعنى العربي، وأداة الاسم اللي بعد منه هغيرها إزاي. وحرف جر باي زائد ديم أقدر أختصرهم الاتنين مع بعض إلى بايم. فبدل ما هقول له إيش فا جيستر باي ديم أرتست، أقدر أختصرها إلى بايم أرتست على طول. جميل. تمام؟ تمام. نمرة فاي حرف جر إن، وإن معناه في. في. ملوش تفاصيل أكتر من هو معناه في. أقول مثلا منى ist in der Schule. منى بتكون في المدرسة. في المدرسة. تمام. in حرف جر يحول الاسم اللي بعد منه لحالة اللطيف، فنغير الأداة من دي إلى دير. يبقى واضح في هذا الدرس إن لازم نحفظ الأرتيكل كويس جدا. تمام. يبقى هنا منى بتكون في المدرسة، in حرف جر حول الأداة دي إلى دير. نجيب كمان بايشبيل. منى إست إن ديم كينو، في السينما. سينما. الكينو أرتكا دس. تمام. ودس في اللطيف هتبقى ديم. فإن ديم ممكن أختصرها إلى إم. يبقى الاختصارات دائما هي حاجة إمكانية إضافية ليا. إما أقول إن والأداة أو أختصر، الاتنين بالنسبة لي صح، وإن تمام. كان الأفضل في الاستخدام الاختصار طبعا. تمام. يبقى باي معناها عنده، إن معناها في. حرف نمرة غاي
فور. فور معناه أمام. أنا أقف أمام الطلاب في الفصل، أركن عربيتي أمام المنزل، فالبايشبيل داس أوتو العربية، شتيت تقف فور ديم هاوس. أمام المنزل. أمام المنزل. فور حرف جر، المنزل هو اسم المجرور، فداس تحول في الضطف إلى ديم وملهاش اختصار. نمر فيها هينتر. هينتر معناه خلف. فالمثال ممكن نقول داس فغاد العجلة الدراجة است بتكون هينتر ديم هاوس، خلف المنزل. المنزل. الحرف الخامس أونتر. أونتر معناه تحت. تحت. فنجي مثال مشهور جدا في كتاب المدرسة عندنا، دي أوبان. أوبان يعني مترو أنفاق. فيرت هيتحرك هيمشي. أونتر تحت. دين هويزرن. مترو أنفاق بيعدي تحت البيوت، تحت المنازل. كلمة منزل هاوس جمعها هويزر، وعشان في الضفيف الجمع اديها تبقى دين، دين والاسم بلس ان، زود ان فوق جمعه. طيب إيضاح بسيط، هل كل الأسماء الجمع في الضطيف نزود لها إن فوق جمعها؟ قال لي مش كلها، في نوع من الأسماء يستثنوا من هذه القصة، الأسماء اللي جمعها إس أو إن مش بزود لها إن كمان خلاص. مثال لو كلمة أوتو جمعها أوتس، لو جت في الضطيف مش هزود إن خلاص، هتبقى كما هي. كلمة شول مدرسة جمعها شولن في الضطيف، تبقى كما هي مش هنزود إن كمان خلاص. جميل. يبقى كل اسماء تاخد ان ما عدا الاسماء اللي جمعها اس او ان. او ان. الحرف السادس نيبن. نيبن معناه بجانب، علاقه الجنب بالجنب. انا قاعد جنب زميل في الفصل يبقى نيبن. المدرسه جنب البوسطه جنب البنك نيبن. ركنت عربيه في الباركينج جنب عربيه فلان يبقى نيبن. نيجي مثال، دي شوله المدرسة است نيبن بجانب دير بنك، بجوار البنك أو جنب البنك. يا تمام. المدرسة جنب البنك، البنك أداته دي في الضطيف تحول إلى دير. جميل. الحرف السابع سبيشن. سبيشن يعني بين اثنين، زي في اللغة الإنجليزية بتوين، صح كده؟ تمام. فنقول دي بنك، بنك است بيكون سبيشن. أكيد سبيشن لازم يجي بعدها إما شيئين أو مكانين. بالظبط كده. فالأماكن بيكون ما بين ديم بوخلادن جنب المكتبة، سوري بين المكتبة، بين المكتبة أون دير بوست والبوست، يكون ما بين المكتبة والبوست البريد. تمام. تمام. نمرة أخت أوف. أوف على وملامس للشيء، الكتاب على المكتب. something like over كده يعني. بالظبط. الطفل قاعد على الكرسي، أنا واقف على الأرض، يبقى ملامس للمكان يبقى أوف. تمام. فنقول داس بوخ است اوف ديم تيش. الكتاب بيكون على الترابيزة. ترابيزة. يبقى على وملامس الشيء من اعلاه. طبعا الترابيزة ارتكالها دير، في الضطيف بقت ديم. ديم. مثال اخر هو مهم، دير تسوج القطار، شتيت يقف، يتست الآن، أوف ديم
جلايس. جلايس يعني رصيف القطار. المقصود بجلايس مش الرصيف اللي احنا بنقف عليه عشان ننتظر القطار، لا، الجلايس هو قضبان السكة الحديد، مسار القطار. فيبقى القطر واقف على القضبان ديت، فنقول عليها دايما ايه؟ أوف. لأنها على من فوق ملامس. الجلايس أداته دس، ودس في الضطيف اتحولت إلى دي. نمبر 9، الحرف التاسع، يوبر. يوبر يعني فوق وغير ملامس. يبقى كان عندي أوف على ملامس. تمام. يوبر فوق وغير ملامس. لما بعلق اللمبة فوق المكتب يبقى اسمها يوبر. لما الطيارة تعدي فوق المدينة تبقى يوبر. يبقى أوف حاجة عالية وملامس، لكن فوق وغير ملامس تبقى يوبر. فنجيب المثال، داس فلوج تسويج، الطيارة إست يوبر، بتكون فوق دير شتات، فوق المدينة، والمدينة أرتكلها دي، ففي الضطيف تحول إلى دير. دول 9 حروف. يبقى لنا آخر حرف، والحرف العاشر هو حرف اسمه أن. هنشيل بقى بعض من الأمثلة. ده كله إجابة للسؤال اللي هو بيبدأ بفو. بالظبط كده. بالظبط كده. معنى في الآخر يعني ملخص صغير للحروف بتاعت فو وفوهين اللي هو أداة الاستفهام الأخرى. جميل. أن هو يعتبر أهم حرف جر بنتعامل معاه. لأن أن ليه أكثر من معنى في اللغة العربية. يعني قلنا أوف على، يوبر فوق، إن فيه. أن ليه أكثر من معنى. أن ممكن يكون معناه على من جهة جنب. وهو واضح إن على من جهة جنب. أو مطل على أو بمحاذاة. لما أقول أنا واقف على شباك التذاكر، هل انا واقف على شباك التذاكر نفسه؟ لا 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 طبعا، انا واقف كده. واقف على الكشك. واقف على مكنه الاي تي ام. لما واقف بالفيزا بتاعتي بجيب فلوس او حاجه زي كده من نفس المنطق ده. تمام. واقف قدام الحاجه اكاد اكون ملامس. واقف مشرف عليها. جميل. ده اسمه ان. فنجيب مثال على ذلك، نقول ايش كوفه دي فار كارت، أنا بشتري تذكرة السفر. ممكن أقول من أم شالتر. شالتر يعني شباك التذاكر. تمام. أو نقول أم فار كارتن أوتومات. فار كارتن أوتومات اللي هي الماكينة بتاعت التذاكر. أي حاجة دخل فيها الميكنة نضيف لها كلمة أوتومات. فديت المكنة بتاعت التذاكر تشبه كتير المكنة بتاعت الإي تي إم. بوقف أنا قدامها بالظبط أكاد أكون ملامس، وبشتغل بالزراير عشان أختار الاتجاه بتاعي وهكذا. جميل. آخر حاجة ممكن تيجي مع أم في الحتة ديت، ممكن نقول أم كيوسك. كيوسك يعني الكشك. كشك. يعني ممكن اشتري تذكرة السفر، ممكن، لكن الأكثر شيوعاً إني هشتري سايتونج، جريدة من الكشك. تمام؟ أن لسه ليه استخدام آخر. لما أقول دير بوس، الأتوبيس، شتيت أن دير بوس هالت شتيلة، واقف في المحطة. تمام. الاتوبيس واقف، بنقول احنا باللغه العاميه واقف على المحطه. هو مش على المحطه طبعا. هو جنب الرصيف بتاع المحطه بمحاذاته. فاي حاجه بمحاذاه بالمنظر ده نقول عليها ان. في ثلاث كلمات زي كده بالظبط. كلمه بوس هالت شتيله، محطه اتوبيس، كلمه امبل اشاره المرور، وكلمه ايكه الناصيه. كل دول بيجي معاهم ان دير. تمام. اخر حاجه بالنسبه لان، لما نقول دي دير فار كارتن اوتومات،
ماكينة التذاكر موجودة فين؟ بتكون إيست أم بانشتايج. بانشتايج يعني رصيف المحطة. ده بقى الجزء اللي احنا بنقف ننتظر عليه عشان نركب القطر أو المترو. ده اسمه بانشتايج. تمام؟ كده العشر حروف بتوع أدرس فام فو. قبل ما نسيب أن نأكد بس على المعلومة الصغيرة. أن ديت هي أصلها أن زائد ديم. وزي ما قلنا الاختصار مش اوبليجاتوغش، مش حاجة إجبارية. أنا ممكن أقول أن ديم شارتر. أو نختصرها إلى أم شارتر. ودائما الاختصار هو الأكثر شيوعا. اختصار مثلا في لغة الحوار أو المحادثة بالظبط، حتى في الكتابة يفضل في الكتابة إن أنا ما أقولش أن ديم، أقول أم. ودي في الآخر يعني قصة تفضيلية، ديت هم اللي تنصح. تمام جميل. ده بالنسبة لاستفهام فو. فو تمام. في بقى المجموعة الثانية الدالة على حركة. حركة في اتجاه. فوهين. فوهين إلى أين؟ لما تسلب فوهين لازم الإجابة هيبقى فيها حرف جر من ثلاثة، إما ناخ وإما تسو وإما إن. الثلاثة معناهم إلى. وطالما في ثلاث حروف جر معناهم إلى يبقى كل حرف هيبقى ليه استخدام. تمام. ناخ بتيجي مع حاجات وتسو مع حاجات أخرى وهكذا. طيب ناخ بتيجي مع إيه؟ بمعنى إلى؟ قال بتيجي مع أسماء الأحياء السكنية، المدن، الدول اللي بدون أداة، والقارات، والاتجاهات الظرفية. يعني ناخ لها شرط مهم قوي، أي اسم مكان جاي بعدها لازم يكون أصلا اسم مكان بدون أداة، ليس له أداة. والأمثال الحاجات اللي هي أصلا ملهاش أداة، الأحياء والمدن، البلاد اللي من غير أداة لأن في بلاد ليها أداة، القارات، والاتجاهات الظرفية. هنجيب باي شبيل نشوف فيه استخدام ناخ. إيش فاغ؟ أنا أسافر أو أذهب ناخ مثلا شبرا. اسم حي ناخ برلين. اسم مدينة ناخ دويتشلاند. اسم دولة بدون أداة. إحنا عندنا الدول في العالم شوية بأداة وشوية من غير أداة. ناخ تشتغل مع الدول التي ليس لها أداة. وشوية نقول الدول اللي لها أداة ايه هي اللي عندنا في المنهج. جميل. طيب نيجي بقى لحرف جر تسو. تسو معناه الى، بياتي مع الاشخاص والمباني. انا اذهب الى محمد، اذهب الى الطبيب، اذهب الى الكوافير، يبقى تسو. طب ده بالنسبه للاشخاص. طب والمباني قصدك بيها ايه؟ قال لي اي مكان مكون من بناء يجي معاه تسو، زي المدرسه والسينما والمسرح والاستاد والمتحف والنادي والمستشفى وغيره. نجيب باي شبيل. إيش جيه؟ أنا أذهب سو دير شولة. أذهب إلى المدرسة. المدرسة. المدرسة أرتكلها دي في الضطيف بقى دير. قلنا سو دير شولة. وممكن نختصر سو ودير إلى تسور. تمام. مثال كمان، أذهب إلى الطبيب فيبقى سو ديم ارتست. الطبيب اداته دير، ودير في الضطيف تبقى ديم. وهنختصر ممكن سو ديم الى تسوم. بس الاماكن دي كلها لازم يبقى قبلها اداه. لازم قبلها اداه. انما في ناخ دي لا، بدون اداه. ناخ كل الاماكن بدون اداه. تمام. تسوم مع اشخاص ومباني. لو مع الشخص وهو اسم علم ليس له اداه مش مشكله، لان ده شخص. لكن مكان بالنسبه فيما يخص الاماكن لازم يكون اسمه اصلا ليس له اداه. جميل. والاماكن اللي بدون اداه هي محدده. اسماء الاحياء السكنيه كلها، المدن كلها، الدول. جميل. هنختار اللي بدون اداه. تمام. القارات كلها بالنسبه لنا، والاتجاهات الظرفيه اللي هي زي كلمه مثلا غشتس وعكسها لينكس. لما اكون بوصف لحد ازاي يروح مكان فاقول له جيهن زيج غاد اوس، امشي على طول، اندان ثم ناخ غشتس الى اليمين، او ناخ لينكس الى اليسار. تمام جميل. اخر حرف عندنا ان،
وده مهم جدا. إن معناه إلى؟ قلت له بس من شوية كنا خدناها برضو بمعنى فيه. قال لي تمام، هنعرف الفرق ما بينهم حالا دلوقتي. تمام. هجيب مثال وبعدين أرجع لإن أشرحه بالتفصيل لوحده دلوقتي. أنا هذهب إن دين كلوب. النادي. أذهب إلى النادي. إن من حروف اللي ليها خصوصية. إزاي؟ قال لي ناقم معناها إلى ما بيجيش بعده أداة. سو إلى يجي بعده أداة وتكون في حالة اللطيف. إن يجي مع أي مكان له أداة بس هذه الأداة في حالة اسمها الأكوزاتيف. يعني الأداة اللي بعد إن مش هتتغير زي الأداة اللي بعد بقت حروف الجر. الأكوزاتيف عندنا إن إحنا بنغير الأدوات من دير إلى دين. ودس هتظل كما هي دس، ودي هتظل دي، ودي بلورال الجمع هتظل أيضا دي، دي مفرد مهندس. ده يا ولاد في حالة الأكوزاتيف. يعني دير هي اللي بتتغير بس. بالظبط كده. تمام؟ تمام. يبقى إن لو كان معناها إلى هيجي بعدها أكوزاتيف. جميل. طب إن بقى بتيجي مع إيه من الكلمات؟ قال لي تيجي مع أي مكان، شرط إن هذا المكان يكون له أداة. والأداة تبقى في حالة أكوزاتيف. تمام. قلت له كده تمام قوي. يعني إن هتستخدم بديل الناق لو الدولة ليها أداة. مظبوط. ما هي الدولة اللي من غير أداة مع ناق، طب لو دولة ليها أداة تبقى مع إن. طب نجيب مثال كده. لما أقول إيش فاغي أنا أسافر إن دي شفايتس، أسافر إلى سويسرا. سويسرا دولة ليها أداة دي، يبقى هستخدم إن. وإن بيعمل أكوزاتيف فدي هتظل كما هي، دي ما تتغيرش. تمام؟ تمام. يبقى فوهين إلى أين؟ هيجي معاه حرف جر ناخ سو إن. ناق مع أي مكان ليس له أداة. سو أشخاص ومباني. إن مع أي مكان له أداة وهذه الأداة تكون في حالة أكوزاتيف. ما ننساش إن فوهن لازم يظهر معاها فيرب من أربعة، يا إما الفيرب جيهن، يا إما الفيرب فاغن، يا إما فليجن، يا إما كومن. تمام؟ تمام. خليني اجيب كمان مثال لان لما اقول انا اذهب الى السينما. ايش جيه ان داس كينو. انا اذهب الى السينما، السينما ارتكلها داس. داس. وهي ظل في الاكوزاتيف داس ما يتغيرش. زي ما هو. تمام. وممكن نختصر ان داس الى انس. تمام. تمام. ننتقل بعد ذلك إلى الحالات الخاصة لحروف الجر. إيه الحالات الخاصة؟ قال الحرف الجر ليه استخدام طبيعي وليه معنى عادي حافظينه. الحالة الخاصة إن الحرف يستخدم في غير معناه الأساسي وفي غير استخداماته الطبيعية. قلت له زي إيه الكلام ده؟ قال لما أقول مثلا علي إيست سو هاوزا. علي بيكون في البيت. في البيت. يقول الله بس السو ده معناه إلى. يقول له اه مظبوط معناه إلى في اللغة فعلا، ولكن في هذه الحالة هو حالة خاصة. يبقى دايما لما أحب أقول في المنزل ما بقولش إن، أقول سو هاوزة. تمام. ودايما أشبه الأولاد القصة دي في اللغة الإنجليزية عند ساعات بتقول أت هوم، ما نقولش إن هوم. مزبوط. نفس التفصيلة تقريبا. تمام. هي حالة خاصة حافظينها كده بالظبط. يبقى سو هاوزة في المنزل. علي جيت يذهب ناخ هاوزة. يذهب إلى المنزل. طيب ما هو ناخ معناها إلى؟ إيه الحالة الخاصة اللي هنا بقى؟ نقول له آه ناخ معناها إلى، لكن ناخ بتيجي معها الأحياء والبلاد والمدن والقارات والاتجاهات بدون أداة. بدون أداة. لكن المنزل دوت مبنى. فكده استخدام ناخ في غير استخداماته الطبيعية. فالحاجات دي بتبقى حفظ. سو هاوزة يعني في المنزل. ناخ هاوزة إلى المنزل. تمام. آخر حالة خاصة علي جيت سو فوس. علي يذهب على الأقدام إنس كينو. يذهب على رجليه وراح السينما. يبقى دايما فوس يسبقها حرف جر
سو. ننتبه لحاجة مهمة، إن الحالات الخاصة تأتي بدون أداة. يعني تسو هاوز ما حطناش هنا ديم، وكذلك هنا وكذلك هنا. وبرضه بشبه ده باللغة الإنجليزية، إحنا حافظينها من زمان وإحنا صغيرين كده، أت هوم ما بنقولش أت ذا هوم. فهي تقريبا زيها نفس اللقطة كده ماشية مظبوطة. تمام. أوكي. جميل. عندنا بس آخر حرف وحيد. معلش ناخد الجزء تاني معلش. إحنا زي ما كان مستر أحمد نعمل السبورة دبل. أه جميل. نكبرها إن شاء الله. إن شاء الله. آخر حرف جر هو عندنا اسمه ميت. ميت ده بقى حرف مستقل. ملوش علاقة لافو ولا فوهين. ميت ده ليه معنيين في اللغة العربية. إما يجي بمعنى مع أو بمعنى بواسطة. مع أكيد مع الأشخاص. أنا أذهب مع محمد إلى السينما. بواسطة أنا بروح الشغل بالعربية بالمترو بتاكسي وهكذا. تمام. هنجيب مثال لهنا ومثال لهنا. أو مثال ميت فيم مع من تذهب جيست دو انسكين. مع من تذهب إلى السينما فيقول ميت ديم فاتر مع الأب. ميت حرف جر عامل لطيف، الأب أدته دير فتحول لطيف إلى ديم. في كيف فارست دو تسور أربايت. كيف تذهب إلى العمل؟ فالإجابة ميت دير أوبان. بواسطة مترو أنفاق. مترو أنفاق. المترو أداته دي في اللطيف تحول إلى دير. تمام؟ تمام. خلي بال حضرتكم يا أولاد إن أنا لما باجي أستخدم وسيلة مواصلات في جملة ليا فيربين أساسيين، إما الفيرب فاغن وإما الفيرب تاني اسمه نيمن. بس نيمن بيبقى شكل الجملة مختلف شوية. نيمن يعني يأخذ. فأقول إيه نيمة أنا هاخد تاكسي مثلا. تمام. مثلا دي أو بان هاخد المترو مثلا تسور أربايت. أنا هاخد المترو لحد الشغل. إيه الفرق بين الجملتين؟ هنا الفيرب نيمن بيعمل أكوزاتيف مفعول به عادي خالص. فدي ما اتغيرتش. تمام. لكن وجود حرف جر هنا هيعمل لطيف فيغير الأداة في اللطيف من دي إلى دير. تمام. يبقى أنا عندي جملتين أقدر أستخدم فيهم لوسيلة المواصلات. أقول إش فاغي من دير أوبان أو إش نيمي دي أوبان. نيمن يعمل أكوزاتيف فما يغيرش الأدوات، لكن ميت كحرف جر هيغير الأداة من دير وداس إلى ديم، من دي إلى دير، من دي الجمع إلى دير. نيم. أوكي؟ جميل. قبل ما نسيب السبورة ونروح نحل أسئلة، أفكر بس الطلبة إن إحنا عندنا أسماء الدول اللي ليها أداة. عندنا دي شفايتس سويسرا. تمام. دي تركاي تركيا. تركيا. دي أو إس آ الولايات المتحدة الأمريكية. نأكد بس إن ديت جمع إنها الولايات المتحدة. تمام. فدايما أداتها دي اللي هي ديت، لكن سويسرا وتركيا دي المفرد. جميل. تمام. في عندنا بقى كام دولة كمان بس يعني مش بيبقوا شغالين أو في الامتحانات، زي دير سودان. السودان. تمام. العراق. العراق. إيران. إيران. تمام. كلهم دير طبعا. تمام. دي أسماء الدول اللي بتاخد أداة اللي ليها أداة. عدا ذلك بالنسبة لنا هي دول بدون أداة. تمام. أوكي. جميل. ننتقل بقى إلى مجموعة أسئلة عشان نتدرب على هذا الدرس. ماشي. اتفضل يا هيش. يا ريت المخرج بقى يجيب لنا الصفحة رقم واحد كده. تمام. عشان نشوف الأسئلة مع هير خالد. اتفضل يا هير. نبدأ بفراغ نمرة 1. Ich warte auf meine Freunde نقط ديم كينو. أنا منتظر أصدقائي نقط السينما. يا ترى أقول فور أمام ولا أنتر تحت
والأوف على. طبعا ده كله معتمد على المعنى العربي. أنا هنتظر أصدقائي أمام السينما فيبقى فور ديم كينو. جميل. دي شولا إست نقط ديم هوتيل. المدرسة موقعها إيه بالنسبة للأوتيل؟ يا ترى جوه الأوتيل إن ولا سيفيشن بتوين حاجتين؟ نيبن بجوار. ولا نيبن بجوار؟ بجوار. يبقى نيبن جنب الأوتيل. جميل. نمرة دراي. داس تاكسي شتيت نقط دير أمبل. التاكسي واقف في إشارة المرور. اتفقنا فيه ثلاث كلمات مربوطين ببعض بحرف جر أن. كلمة بوس هالت شتيلي وكلمة أمبل وكلمة إيكي الناصية. فهنا التاكسي واقف أن دير أمبل في إشارة المرور. جميل. دي أوبان مترو أنفاق فاكت نقط دين هويزر. مترو أنفاق بيعدي إيه بالنسبة للمنازل؟ مترو أنفاق أكيد هيبقى تحت المنازل. المنازل. فعندي أونتر تحت أو فعالة يبقى فوق وغير ملامس. يبقى أونتر. فطبعا تبقى أونتر. تمام. نمرة 5. داس فلوج تسويك فليكت نقط دير شتات. الطيارة بتطير نقط المدينة. فالطيارة فوق المدينة. يبقى حرف جر هيبقى يوبر. فوق وغير ملامس. جميل. نجيب مع بعض كده المخرج الصفحة رقم 2. تمام. دي بوست مكتب البريد است نقط دير بنك اوندي ديم بوخلادن. البوستة بتكون ايه بالنسبة للبنك والبوخلادن؟ البنك والمكتبة بين. بالظبط برافو. تمام. فيبقى سفيشن بتوين حاجتين ما بين البنك والمكتبة. تمام. دير تسوق القطار ناخ برلين. القطر اللي رايح برلين اشتيت موجود نقط جلايس فيه. القطر موجود على رصيف رقم 4. تمام. فيبقى أوف على وملامس للشيء اللي هو قضبان السكة الحديد. جميل. فو بيست دو يتست. سؤال نمرة 8. أين تكون الآن؟ ده بيكون في التليفون مثلا. فبيقول له إيش بين فو نقط بكراي. بكراي المخبز. هنا هو جاب حرف الجر. يبقى محتاجين أرتكل. يبقى دير ولا ديم ولا دين. أسأل نفسي بكراي المخبز أداته دي. وفور حرف جر هيعمل لطيف فدي يتحول الى دير. دير. يبقى سؤالي في الامتحان هو حاجه من اتنين ببساطه خالص. اما عايز معنى حرف جر واما عايز اداه الكلمه اللي بعد حرف جر. جميل. معنى حروف جر بتبان من الجمله كلها. الارتيكل بتاع الكلمه انا بحافظ ادوات كلمات درس 11 كويس جدا. تمام. نمر 9. فوفارز دو ام زامستاك. انت كنت فين يوم السبت؟ ايش فار انا كنت نقط ارتس الطبيب. إن باي بايم أرتس كنت عند الطبيب. باي يعني عند وبايم برضو عند. إيه الفرق ما بين الاثنين؟ قال لي بايم هي خدت الأداة معاها فباي زائد ديم بقت بايم. فأنا هنا قدام كلمة أرتس الأداة مختفية. تمام. طالما اختفت الأداة يبقى نختارها معاها بحرف الجر. يبقى نختار بايم أرتس. جميل. لكن لو الممتحن جاب الأداة ديم أختار باي بس. جميل. نمرة 90. دير بوس شتيت يتست نقط دير بوس هالت شتيلي. الاتوبيس يقف الان على محطة الاتوبيس. فاتفقنا هو مش على المحطة نفسها هو بمحاذاة رصيف المحطة. يبقى حرف جر دايما هيبقى ان. جميل. ماين فغاد العجلة بتاعتي شتيت نقط ديم هاوس. العجلة بتاعتي واقفة ايه بالنسبة للمنزل؟ يوبا فوق وغير ملامس هنتر خلف. خلف المنزل. سفيشن بتقول حاجتين. خلف فطبعا المنزل. يبقى خلف هنتر المنزل. خلف المنزل. نشوف مع بعض الصفحة رقم 3. يا نمرة 12. من كاف دي تسايتونج نقط اينم كيوسك. الانسان او المرء بيشتري تسايتونج جريدة نقط كيوسك الكشك. اتفقنا كلمة كيوسك من الكلمات بيجمع حرف الجر ان. بس احنا برضو عارفين ان ان دي لما بتختصر مع ام مع دين بتبقى ام. جميل. طب هنختار ان ولا ام؟ هنبص بعد النقط. اينم يعني الاداه موجوده. طالما الاداه موجوده يبقى اختار حرف جر لوحده. يبقى ان اينم كيوسك. لو شلنا اينم نختار ام. جميل. تمام. تمام. نمرة دغاية سين. ام زوما فليجي ايش نقط ديش فايتس. في الصيف انا هسافر الى سويسرا. الى انا عندي ان بمعنى الى وتسو معناها الى وناخ معناها الى. طب ايه الفرق بين الثلاثه؟ ناخ مع الدول التي بدون أداة وسويسرا دولة ليها أداة يبقى ناخ تطلع بره. جميل. سو مع الأشخاص والمباني تطلع بره. إن مع أي مكان بشرط له أداة والأداة في حالة أكوزاتيف وإن فعلا دولة ليها أداة وأكوزاتيف فيبقى إن. يبقى إن هي البديل المباشر لناخ. لو دولة بدون أداة يبقى ناخ. لو دولة ليها أداة يبقى
إن وتبقى أكوزاتيف. جميل. مورجن جه إيش نقط بترا. الجملة دي جملة مهمة جدا عند أغلب الطلبة فيها مشكلة خفيفة. بكرة أنا هذهب نقط بترا. يا ترى أقول ميت مع بترا ولا باي عند بترا ولا تسو إلى بترا؟ الطبيعي خالص هناخد باي. لا لا هي تسو وما هنا معناها ويز يعني مع شخص. ميت هي الويز. سوري ميت. فانا هنا هقول انا هذهب تسو بترا. تمام. طب ليه ما اقولش هير ميت بترا؟ ما ممكن اقول انا هذهب مع بترا. نقول هتذهب مع بترا فين؟ لازم نحدد المكان. لازم نحدد المكان. تمام. ودي التكه الصغيره خالص في الحته دي. ميت لازم يكون معها مكان. نبص على الجمله اللي بعدها عشان نقارن. تمام. مورجن غدا جه ايش انا هذهب نقط بترا ان دين كلوب الى النادي. الى النادي. فانا هذهب الى النادي مع بترا يبقى ميت. في الحاله دي ميت. يبقى 14 تسو. تسو. اذهب الى بترا. بترا هي المكان بتاعي. هي الاتجاه بتاعي اللي انا رايح له. تسو. جميل. 15 لا بترا ديت انا رايح مع بترا الى النادي. انما الثانيه رايح الى بترا. رايح لبترا. بالظبط كده. تمام. باي ده بقى ممنوع تماما. لماذا؟ وايه الفكره ان انا اصلا ممكن اقع فيه اساسا؟ اللغه العاميه. لما اقابل طالب يا محمد انت رايح فين؟ يقول لي انا رايح عند ابراهيم. لا هو انا رايح الى ابراهيم. تمام. عندي لغه عاميه. طب عشان انقذ نفسي من هذا الخطا البسيط بنعمل حاجتين، نقرا بالفصحى والاهم باي حرف جر دال على سكون. استحاله هيظهر مع الفيرب جيهن. تمام. جيهن يذهب فيرب حركه انتقاليه. عشان كده حددنا ان فوهين معها جيهن وفارن وفليجن. يا اباي مش هيظهر ابدا مع فيربات الحركه ديت. تمام. يبقى عشان في فيرب حركه باي يطلع بره. جميل. السؤال نمبر زيشت سين 16. ماي اونكل ليب تشون سينياغي نقط او اس اه. انا عمي عايش بقاله 10 سنين في الولايات المتحده الامريكيه. دايما لما بلاقي حرف جر ان في الاختيارات اركز قوي على الفيرب. الفيرب حركه في اتجاه ولا سكون؟ اذا كان الفيرب حركه في اتجاه ان ياخد بعد منه اكوزاتيف. اذا كان فيرب سكون ان يعمل الضطيف. تمام. فانا ليب يعيش يبقى حركه لسكون سكون. سكون. يبقى إن بمعنى فيه تعمل ضطيف. طيب او اس اه اداتها دي جمع. ودي الجمع في الضطيف تبقى دين فنختار نمبر بي. ان دين او اس اه في الولايات المتحده الامريكيه. تمام. نمبر زي بتسين نقط فيرت دي اوبان اونتر دين هويزن تحت البيوت. لما الممتحن يسالني بين فو وفوهين دايما عيني على حرف الجر اللي في الاجابه. هو اللي هيحسم معايا الاختيار. فوهين الى اين؟ ما بختارهاش الا اذا كان في الاجابه ناخ او تسو او ان زائد اكوزاتيف. لما مش هلاقي حرف من دول يبقى فوهين مش هينفع نختارها. لان ناخ وتسو ان معناهم الى. تمام. وفوهين الى اين؟ طب ما فيش الى يبقى خلاص مش هسال بكلمه فوهين. مظبوط. يبقى هنا فو اين يتحرك المترو بتاع الانفاق؟ قال لي انتر تحت البيوت. تمام. هنا جمله مش بتوضح اتجاه، بتوضح موقع. فين مكان مترو انفاق؟ قال لي بيمشي تحت البيوت. ده موقعه. يبقى فو اين؟ ويأكد لي هذا الكلام حرف جر في اجابه انتر من الحروف اللي بجاوب بها على اداه الاستفهام فو. تمام. شوف مع بعض كده الصفحه رقم 4. نمبر 18 ايش فاغي نقط ده اوبان ان دي شتات ميتا. انا هذهب او اسافر بالمترو الى وسط البلد. ميت باي ناخ. طالما عندنا دا اوبان وسيله مواصلات يبقى اسم حرف جر ميت. ما هو ميت ليه معنيين. اما مع فلان واما بواسطه القطار او العربيه او التاكسي. بيجي بعديه وسيله مواصلات. بالظبط كده ده اساسي. فلما الاقي وسيله مواصلات ومعنا الفيرب فاغن يبقى انا هسافر او هذهب بواسطه الاوبان يبقى حرف جر ميت. طبعا باي جنب منه عشان يلخبط الطالب. تمام. باي بالصوت كده اللي هو باي بتاع الانجليزي. ايوه. يعني لقطه كده ايه سماعيه. تمام. نقول لا باي ده معناها عند فلان. ايوه تمام. ايش نيمه نقط اوبان ان دي شتات ميتا. انا هاخد المترو لوسط البلد. تمام. هنا مفيش حرف جر. يبقى مفيش اداه في حاله الضطيف. تمام. فاقول انا هاخد المترو يبقى الاداه في حاله الاكوزاتيف اوبان اداته دي فتظل دي. يبقى ايش نيمه دي اوبان ان دي شتات ميتا. يبقى لازم انتبه وانا بختار اداه وسيله المواصلات هل في حرف جر موجود ولا مش موجود. تمام. لو ميت موجود نعمل ضطيف، لو مش موجود يبقى اكوزاتيف، لان نيمن بيعمل اصلا اكوزاتيف اوبجكت مفعول به.
Nummer 20. Am Freitag bleibt mein Vater nur zu Hause. يوم الجمعة بابا دايما بيقعد في البيت. فعندنا كلمة هاوزة أول ما بشوفها ببدأ أفكر في حرفين جر. يا تسو هاوزة يا نا هاوزة. تسو هاوزة في المنزل، نا هاوزة إلى المنزل. حالة خاصة. تمام. فهنا بابا هيمكث يوم الجمعة في المنزل فيبقى تسو هاوزة. جميل. يبقى نمرة 20 تسو. 21 21. Wohin gehst du؟ إلى أين تذهب؟ نقط دي أبوتيكا. وهين إلى أين؟ يبقى أنا جاهز أختار حرف جر معناه إلى. وهو مديني التلاتة معناهم إلى. تسو وناخ وإن. جميل. ناخ هنستبعدها. لناخ تيجي مع أسماء الأحياء السكنية والمدن والبلاد والقارات التي بدون أداة، يعني كل حاجة لازم تكون بدون أداة. أداة. وهنا أصلاً ده أبوتيكة اللي هي الصيدلية. في قبلها أداة. ليها أداة ومبنى. يبقى ناخ تعبر. تمام. طب تسو ولا إن؟ الأبوتيك دي مبنى. فطالب يفكر في تسو وحقه، والابوتيك كلمه ليها اداه فيستخدم ان، وده حقه برضه لان يمشي مع اي مكان ليه اداه. ايه اللي فرق بين بين تسو وان؟ تسو وان ممكن يجوا مع الاماكن اللي هي عباره عن مبنى. جميل. فرق ما بينهم تسو تعمل الضطيف، ان تعمل اكوزاتيف. تمام. يبقى بقى الفرق يا اولاد في الارتكل. هنا دي ابوتيك، الارتكل هنا جاي في الاكوزاتيف، فنختار ان. تمام. لو كان موجود لطيف كنا اخترنا تسو. تمام. تاني يعني ان وتسو ينفعوا مع المباني؟ ايوه ينفعوا مع المباني. تمام. بس تسو لطيف وان اكوزاتيف. نمرة 20 رقم 22. داس اوتو اشتيت نقط ديم بارك بلاتس. العربيه واقفه في ساحه الانتظار الباركينج. ساحه الانتظار البارك بلاتس ديت عباره عن مكان متسع كبير مكشوف مش متغطي. تمام. فالعربيه لما تبقى واقفه في ساحه الانتظار انا ببقى ظهر قدام عينيا ان انا واقف على الارض. جميل. فعشان كده يقول حرف جر اوف، يقولوا اوف ديم بارك بلاتس، ما يقولوش مثلا ان. تمام. ما انا بالعربي بقول كده، العربيه واقفه في ساحه الانتظار، نقول لا مش ان. امال امتى ان؟ لما اقول فيه، لما اقول العربيه جوه الجراج. جوه مكان، داخل مكان يبقى ان. لكن ساحه الانتظار ده مكان مكشوف واسع جدا، فالعربيات واقفه على الارض واضحه قدام عينينا فتبقى اوف. تمام. ولما اقول ركنت عربيتي في الشارع برضه بقولها اوف، لانها اكيد مش مقصود جوه الشارع يعني، هي على الارض على الطريق. تمام. نمرة 23 وده من الاسئله الجميله جدا. ايش فار جيسترن؟ انا كنت بالامس نقط كينو. كتير من الاولاد بيتلخبطوا في هذا السؤال، هو واضح جدا. بيتلخبط مش من المعلومه، لا من حفظه حاجه قديمه زمان. ليه انسي كينو؟ برافو عليك. انا فاكرها. حضرتك حافظها اهو. فاكرها. انسي كينو الى السينما. تمام. يمكنه في السينما. يبقى انا مش عايز اجري على حاجه كانت في الذاكره عندي من زمان كده. تمام. هي صحيحه طبعا. بس هو هنا قصده على حسب المينج اللي انا عايزه. بالظبط كده. هو هنا قصده انا كنت في السينما ولا الى السينما؟ كنت في السينما. في السينما. تمام. يبقى ام. تمام. يبقى دايما يا اولاد لما الاقي حرف جر ان بشتغل عليه في جمله عيني على الفيرب. اذا كان فيرب حركه في اتجاه يبقى لازم يعمل اكوزاتيف. تمام. لو جه فارن في ليجن. تمام. لو فيرب سكون في نفس المكان يبقى لطيف. تمام. فانا كنت في السينما يبقى حرف جر ام. تمام. في دقيقتين كده يا هير عايزين حضرتك تلخص لنا الفرق بين فو وفوهن وحروف الجر اللي بتيجي معاها. جميل. ممكن على السبوره؟ ماشي. اوكي اتفضل. اوكي. عندنا أداة الاستفهام فو معناها أين، لابد يأتي معاها فعل دال على سكون. لما أسأل بوفو هرد بالحروف الجر الآتية باي وإن وفور وهنتر ونيبن وتسفيشن وأنتر وأوف وإيبر وأن. وكل دول يا أولاد يجي بعدهم الاسم في حالة الضطيف. تمام. اللي فيه الأداة بتغير من دير ودس إلى ديم.
تمام. ودي تبقى دير، ودي الجامع تبقى دين، والاسم زائد ان. جميل. فوهين الى اين؟ لابد يجي معاها فيرب دال على الحركه الانتقاليه في اتجاه، زي جيهن، فارن، فليجن. هنجاوب على فوهين بحرف جر اسمه ناخ سو ان. سو ناكد انه بيعمل مد لطيف، ان بيعمل اكوزاتيف. جميل. كلهم معناهم الى. اخر حرف جر ميت لمعنيين، مع او بواسطه. لو مع هيبقى السؤال ميت فيم، لو بواسطه السؤال في. ده معناه بالعربي مع من تذهب، وهنا معناه جميل جدا كيف تفضل تذهب. تفضل يا بنشكرك على الحلقه الممتعه دي، ونتمنى نشوفك ان شاء الله في حلقات قادمه. شكرا. بالتوفيق لكل طلابنا، ربنا يوفق اولادنا جميعا. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا حبيبي. شكرا. مرسي. شكرا.